الطبق ده عباره عن ايه يا جماعه؟ ملوخيه ناشفه بحط لها ميه ساقعه مش سخنه، ما بحطش الطبق ده على النار خالص. الصعيد بس عشان ايه ابقى عارفه اقول لكم بس معلومه، مش بيعملوه كده بالظبط خالص، دي ابتكاراتي في الاكله وحقيقي هي بتبقى حلوه. هي عباره تقريبا عن سلطه وعليها شويه ايه اضافات، واخيرا الملوخيه الناشفه. تعالوا نقول مقادير الشلولو الصعيدي التحفه اللي هتجربوها يعجبكم جدا. المقادير عباره عن ايه؟ بصله متقطعه مكعبات كلها تقطيع سلطه، طماطم متقطعه مكعبات صغيره، خيار مكعبات صغيره، ربع كوبايه زيتون اسود شرايح، ليمون مخلل مكعبات، فلفل اخضر حار جوليان، ثوم مفروم، نعناع جاف، خل، ليمون، ميه مش ربع كوبايه، ممكن نحتاج اكتر او اقل هنظبطها، ملوخيه ناشفه، كمون، ملح وفلفل اسود. بس كده المقادير عندكم على الشاشه، ارجوكم جربوها، ما تحكموش عليها حتى ما كنتوش سمعتوا عنها قبل كده، جربوها في طبق صغير، ما تعملوش بلاش الطبق الكبير اللي احنا كنا بنعمله، اعملوها طبق صغير هيعجبكم قوي 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 وهتزيدوه تاني. يعني ده بقى بيتاكل بعيش ما بتاكلش برز. اول حاجه بجيب هنا ايه الملوخيه، وعندي كمان الميه، عندي الساقعه من الحنفيه، واروح حط عليها الميه ماشي، واقلب بالويسك بتاعي كده اهو ماشي، وابدا بقى ايه اضيف دلوقتي الحاجات اللي عندي اهي. طبعا ميمي كانت تقول لي ايه الملوخيه، الملوخيه دي احنا عايزين نكرمها، اقول لها ايه هنقعد نعمل لها كده ولا ايه؟ ما كنتش فاهمه انت نكرمها يعني، دي لازم تبقى منخوله ومتنظفه وحاجات كده كتير. طبعا اهل الصعيد هيبقوا عارفين الكلام ده اكتر مننا، وهم بيعملوها بطريقه مختلفه يا جماعه. اضافاتي على الاكلة بس حقيقي هتعجبكم جدا ماشي. هنحط ايه بقى؟ هنحط بقى كل اللي عندنا، هنحط الثوم كل اللي عندنا، هنحط زيتون اسود ماشي، هنحط ليمون مخلل، بس يعني جربوها وبعدين هتدعولي انا واثقة. هنحط بصل متقطع، هنحط خيار، هنحط طماطم متقطعة، كل ده ايوه كل ده، وبعدين هنحط الفلفل الحار بتاعنا احمر او اخضر زي ما انتوا عايزين اهو، احمر واخضر كمان، بس احنا ممكن نقطع ده اصغر ماشي. اضافات بقى، لازم الليمون، لازم نحط خل، وكمان هنا نحط كمون، واخر حاجه النعناع الجاف، وهنا طبعا رشه فلفل اسود، وطبعا ملح، ونقلب بقى كل ده. الريحه والطعم يجننوا، عارفين بقى دي حلاوتها تتاكل بايه؟ عارفين العيش الناشف اللي بيبقى بومبيه ده، او العيش الشمسي؟ يا سلام العيش المقرمش ده، دي بقى عايزه العيش ده، واتفرجوا على احلى شلولو ممكن تاكلوها. نحط شويه ميه، هي بتتظبط كده اهي، طعمها وريحتها ياكلوا من الرغيف 10، هتعجبكم قوي 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 بجد بجد. يعني انا مش عايزه اقول لكم الاكله دي احنا بنحبها كلنا ازاي. اجيب بقى هنا طبق، واروح اجيب منديل ومسح الطبق. ممكن طبعا نحط ايه اضافه زيت زيتون في الاخر، او زيت ايه نباتي عادي اللي انتوا عايزينه اهو. الله الله، قلت لكم دي تتاكل يا اما بعيش
شمسي، يا اما عيش اللي هو بيبقى بومبي كده وبيتكسر، عيش بلدي عادي بس بيبقى ناشف شويه متحمص. ايوه هو ده اللي انا عايزه اقوله، متحمص. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ ادواتي دول ما بستغناش عنهم في الاكلات النهارده. هعمل ايه دلوقتي؟ هشوف دي خلاص الكوسه عندي اهي شويه ماشي. طيب المكرونه وهي خلاص تقريبا، هعمل لها الخلطه وهقدمها على طول. اهي هعمل لها الخلطه منها فيها لانها هي كميه قليله مش كتيره. هعمل ايه؟ هنجيب توم عادي، ابسط مخللات توم مش حاضر، وادي الكمون، الليمون، خلاص الخل طبعا احنا بنخلل، ورشة ملح بسيطة ورشة فلفل اسود، وطبعا الكمون اساسي حطيته في الاول. ممكن بقى احط ايه؟ معلش انا اسفة، احط شطة. شطة احط شطة ماشي خلاص كده. واروح جايبة الطبق بتاعي، ثانية واحدة اجيبه، هيبقى ماشي هيبقى كبير. وابدأ بقى اطلع الكوسة عندي هنا اهي، واحط عليها الخلطة اللي احنا عملناها. طبق مقبلات، يعني عارفين الاكلات دي القنبلة، انا مسميها قنبلة. ممكن فلفل احمر مفروم حبة صغنانين قوي، بس دي ما كانش مترتب لها. بس انتوا عارفين ايه، الواحد وهو شغال كده بتجيله افكار ما يعزهاش عليه كله. شكرا يا شيف، ميرسي. طبعا مين اللي بينقذني؟ شيف سعيد طبعا، بيحقق لي كل حاجة انا عايزاها. نطفي بقى الزيت ونتبل الكوسة بتاعتنا الخطيرة. هنا بقى احنا محضرين ده، هنحط بس عليه شوية فلفل ماشي، ونقلبها اهي، ونضيف بقى نخلل بقى كل ده. انا عايزة بقى اشيل كل حاجة خلاص، بس البقدونس لا. اهي نتبل كده وننزل، كأننا عارفين بنعمل بتنجان مقلي، ريحتها رهيبة رهيبة مش ممكن، ريحتها تجنن. يعني يا رنا مش عارفة يعملوا فينا ايه. حقيقي الاكلات دي انا اسفة ان انا بحط فيها شطة، بس حقيقي زعل قولي رنا من غير الشطة ما تحلاش يعني. بس طبعا انتوا يا جماعة الشطة دي اختياري، ممكن نبدله عادي فلفل ايه احمر حلو او فلفل اخضر، يعني ما فيش مشكلة يعني. بس كده، وطبعا ايه رشة البقدونس بتاعتنا اللي بتلون ايه الطبق عندنا. عارفين اكل النهارده، اكل النهارده برعايه ايه؟ التوم، التوم كله محطوط له توم وبصل. بس كده اهي، وده جهزت معانا. ايه الاكل السهل ده يا جماعه؟ ايه الاكل السهل الحلو ده اللي اكل قوي قوي؟ حاضر خلاص كده. هقدم ايه بقى اخر حاجه دلوقتي؟ هقدم طبق الشوربة بتاعي اهو، نحط ده كده هنا تمام كده، ونحط هنا الشوربة وايه نقدمها. نطفي، بصوا طبعا هي بتبقى بالشوربة مش بتبقى من غير شوربة. في ناس على فكرة بتعملها كأنها رز، يعني بتخلي الشوربة بتحط مقدار الشوربة مقدار الرز، ان هي يعني هتبقى
زيها زي الرز. اه ايوه تختيم بس كده. اهي نحط بقى الشطه. نيجي بقى هنا علشان كده هتزيد مننا قوي، نحط المكرونه بس كده. قولولي ان الاكل النهارده خطير، قولولي ان الاكل النهارده حلو. يعني بجد مش عشان انا بحب الاكل ده، بس هو فعلا اكل حلو حلو حلو، ليه طعم كده وجميل ومختلف. بس خلاص كده شكرا ليكي. ماشي هنحط بقى ورقه ايه كرفسايه كده ويبقى خلصنا. ايه رايكم، ايه رايكم النهارده في الاكل؟ عملنا ايه؟ عملنا بابا غنوج مشوي خطير، عملنا متبل كوسه يجنن، اي حد هيدوقه مستحيل يعرف ان دي كوسه، حلوه قوي. عملنا كمان شوربه مكرونه على الطريقه السعوديه، عملنا مخلل من الكوسه واحنا واقفين كده، يعني قلت لازم معزوش عليكم ولازم اقوله لكم. وطبعا شفتوا ان طريقته بسيطه ازاي، الكوسه دي حلوه جدا، وزي ما قلت لكم ممكن ايه في المتبل الكوسه ان احنا نسلقها. وعملنا شلولو يعني ملوخيه على الطريقه السعوديه، وانا عارفه الصعايده هيقولوا مش هي دي بالظبط، انا عارفه الملوخيه على الطريقه السعوديه تومه وشويه زيت وميه وملح وملوخيه بس، بس دي اضافاتي اللي بنعملها بقالنا سنين متعودين عليها جدا. وكمان اريني الاكله دي ليكي يا ريري، فكل في ناس كتير قوي بتحبها، فانا عايزه اقول لهم يعني ذكرياتي معاهم فيها. فالاكله دي حلوه جدا جدا، جربوها هتتبسطوا منها قوي. فكره مش شرط عشان نبقى صايمين، او مش شرط زي ما اتفقنا ان احنا نكون حاضر، ان احنا نكون عايزين اكلات اقتصاديه، ولكن التغيير مطلوب. عشان كده انا يوم السبت مخصصاه للاكلات الصيامي النباتي، الناس اللي بتعمل واخده خلاص لاين الفيجيتيريان الفيجن، فهيلاقوا هنا كمان معانا في كل يوم اكله اكلتهم. حبايبي اتبسطت معاكم لمده ساعه النهارده، وبكره ان شاء الله في نفس ميعادنا من 1 لـ 2 على قناتنا تين تي في، برنامجكم كل يوم اكله مع فيفيان. هتوحشوني، باي باي.